مرحبا أرزوقة، مرحبا مرحبا مرحبا. أنا قلنا اليوم باش يكون عندنا ذكريات وحنين للزمن الجميل بيان سور من خلال العديد من البلايص. أنا تو كي نسألك نقول لك تعدم باب جلادين، إيش ترى في باب جلادين؟ أنت إيش ترى به؟ برشا حاجات برشا حاجات إيه اللي تراهم معناها جديدة، هي حاجات جديدة. صحيح. أنت كي تعدى بعد مخلف السور بيان سور. مخلف السور، هات ناخذوا باب جلادين في حد ذاته احنا غاد. انت البطحه هذيك لا شيء، باش تعدى باش تلقى كراسي باش تلقى تواول باش تلقى قهوه، عباره صح. قهوه هذيك عباره قهوه ولات يعني اصلا حتى كانت متنفس للصغيرات باش يلعبوا فيها كوره. صح. كل واحد يهز صغيره ويمشي يقعد على كل حجره ويتفرج على صغيره وهنو يلعب حتى شويه كوره. بون انا تعديت تزمت نلقى عباره مش عباره قهوه حتى الباب جلدي. بون قبل ما كانتش هذيك، كانت بسيبه بطحه هذيك فيها كيران التوريست خاصه اللي خلطها لي هنا للنحك. كيران توريست واحنا صغار، كي يبدا انا جاي مثلا انا من القرقابيه على حمص الشرفه داخل باب جلادين، تلقى كل موفمون تلقى كل حياه حركيه كبيره. كيران توريست تبدا من باب جلادين من غادي حتى للسور من غادي وبحذا مدرسه لامينيه، هذه مدرسه لامينيه. مدرسه لامينيه يعرفوها برشا اكيد نحكي عليها، مش توا راك باش تتعدى تراها، على خاطر توا اللي تتعدى معاه وتقول له هذه كانت مدرسه يقعد يضحك عليك، خاطر انا صارت علي. تعديت انا ولدي قلت له هذه المدرسه اللي قريت فيها، يغزر يتلفت يقول لي شنو هي مدرسه. بالحق اكبر غلطه انا خليني نحكي من المنبر هذا، زوز مدارس هما كبار ياسر في القروان وخرجوا برشا ناس معناها اطارات عليا وكفاءات في الدوله وفي كل بلاصه، مدرسه الفاتح ومدرسه لاميني. نجي في وقت من الاوقات مع بعضهم ومعناها نمسح تاريخ كبير 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 ياسر. فما برشا اللي توا عندهم حنين، نحكي مثلا مدرسه الفتح، المره اللي فاتت مشيت نصور هكا في البيبة على اساس هكا كذكريات، نلقى ناس جايه غادي تتذكر في اياماتها وايامات الصغر وايامات القرايه، اش لقى؟ مدرسه فنون ولا الله اعلم، وكل مره حاجه وكل مره اختصاص. الحكايه هذيا صدقني مأثرة في برشا ناس وبرشا نحكي معاهم، يقول لي أكثر حاجة عملوها معناها كزوز مدارس، وعلى فكرة ما فما حتى مردود وما رينا حتى شيء، فهمتني؟ هانوا عبارة كانهم بنيتين ديجا حتى لامينية معناها المقر بتاعها هذاك، كيفاش ولا جديد؟ معناها ما فما حتى مردود. به خلينا احنا باش نعملوا احنا الدخلة وبعد نزيدوا نتناقشوا نور. بالضبط. به تعديت من باب الجلادين وقدمت القدام. وصلت بحذا بلاصة كانت تعج بالصغيرات وكيران التوريست من أعوام، أكيد عرفتوني علاش نحكي اليوم. وكيما يقولوا حتى شيء ما يدوم، مدرسة لامينية وذكريات كبيرة، ونعرف اللي برشا يسمعوني يتذكروا حاجة فيها حتى ولو كانت صغيرة، بلاصتها في قلب البلاد وقدامها كانوا يسترزقوا برشا عباد. ما تنساش لصقتها مدرسة الفتح، واللي مازالت لتوا ومن برا تنجم تشوف أقدميتها الصرح، مدارس تخرجت منها برشا طاقات واسمهم قعد راسخ حتى تعديت سنين شهور وأيامات. البلاصة الكل اللي دايرة باب الجلادين قداش كانت حافلة، وخاصة بكيران التوريست واللي كيف تشوفها من بعيد تقول قافلة. بلاصة كانت ياسر حية وزيد فيها برشا حركية، تتعدى توا تقول قاعدة كان ذكريات، خاطر شوف حتى التغييرات تخليك من غير ما تشعر كيف تتعدى من غادي تذرف الدمعات. بالحق ذكريات كبيرة ياسر، ذكريات طفولة، ذكريات ايش باش نقولك. انا الصورة اللي عنا توا هذيك رجعتني للطفولة، عبارة معناها 6 سنين واحد يقرأ راه مدرسة لامينية هذيك. شو كيفاش كي نجيو؟ نجيو بكري احنا. احنا نجيو بكري، راه رغم اللي كياس، خليني نركز على كياس رئيسي معناها حركة مرور ناس ماشية وناس جاي، لكن صغار واحنا هنا نلعب وشيخين، ولكن زادة نحافظوا على صحتنا. فما ناس كانت تنصب غادي بحاجات بسيطة. حاجات بسيطة في اللونتوراج، في الكاسي تسمى مودرن هذاك، بالله والله تسمى خارق العادة. احنا كسكروت، كسكروت كي نشريوه ربع خبز هكا صغير ومدهون بالهريسة، بالهريسة كلمة هذيك مثلا نتاع السردينة عاد تسمى كليت حاجة به. فما بايك محمود يرحمه، يرحمه اللي يسمعوا فيا تو يعرفوه، باي محمود يا راك تطلع مهندس
كنا طلعنا مهندسين الحمد لله يا رب ما شاء الله. هي لا بالحق راك تطلع مهندس الهريسه عند هريسه فهمنا فما برويته انا واحد من الناس توا باش نتذكرها بجنب فهمتني جامعة نقرة وقريبة المدرسة الأمينية بي محمود هكا اسمه زاد الآخر بيك محمود عنده تعرف صحفة حمص إيش فيها حمص إيه حمص حكينا فيه قبل هي صحفة بلاستيك صغيرة صغيرة ما والحمص تبدأ تشرب فيها التوا كل بلابلابي معناها كل بلابلابي هكاك أما مطعم تاعك الحمص التوا ما تنجمش تقاومه وتوا بينسنيك في الدورة إيش فما مدرسة الفتح بيه الحاجة اللي خليني نتذكرها أنا هذه تو قعدت في قلبي والله من الصغر مدرسة الأمينية مثلا شنو هي الحاجة اللي قعدت عنا احنا كصغار قرينا غاد تحرمنا من الرياضة مدرسة الأمينية ما فيهاش ملعب ولا فضاء باش تمارس فيه الرياضة وفي الوقت هذيك كانت مدرسة الأسوار مثلا مدرسة طارق يعني هما صغيرات صغيرات معناها اندادنا ويمارسوا في الرياضة معناها في الرياضة وفي النشاط الرياضي هذيك النقطة السوداء اللي قعدت في الطفولة ممكن تاع كل واحد اقرا في اللامينية اللي كونه ما عندناش رياضة ست سنين ما نعرفوش رياضة هذاك علاش تو الواحد حتى كي يجري يتعب فهمتني قعد في مخه الواحد به ندوروا في الدورة انا قوم مدرسة الفتح هي لاصق يعني في الدورة بجنب الجامع يعني احنا بين مدرسة الفتح وبين مدرسة اللامينية فما جامع نقرا فما جامع نقرا جامع نقرا من غاد مدرسة الفتح زاد تاريخ كبير تاريخ كبير كبير ياسر وتعديت عليه أجيال وأجيال وأكيد اللي يسمعوا فيا توا اللي هكا قرا في مدرسة الفتح وعنده حنين وذكريات ينجم يتصل بينا ويحكيهمنا صح. أما الحاجة كما قلت لك الباهية اللي كونه كيران توريست أنا قلت بكري نحكي على كيران توريست أنا واحد من الناس مشكلة أنا مثلا احنا صغار أغزر لي رأي وكلمة هذية قعدت في مخنا وبصراحة مشي معناها حاجه سلبيه انا حاجات بتاع طفوله التوريست قبل ماك تعرف في البلاد معناها كما نقولوا احنا كانت عامره بالتوريست السياحه برشا تجي من الكار ما غادي تبدا تضحك لك وانت صغير وانت تقرا بالمحضه اش علمونا مدام دون مو ان ستيلو كيما هكا والله راهو بتلقائيه وبراءه راهو ما فيها حتى شيء وهما راهو يعطيو ستيلوات فهمتني بعد والله يعطيو ستيلوات يظلوا عندهم معاهم يعطيو مالي علاش قعدتك الحكايه هذيك يعطيو مش الباك في الكا يعطيو احنا شحفظنا مدام دون موان ستيلو بعد تورت شويه مدام دون موان دو لارجون والله بالحق راهو اللي يسمعوا فيا يعرفوا عليه الواحد مش خبي حاجه انت صغير هي هذه طفوله عندكم طفوله يا احمد وراسمع وتصور كيما نقولوا احنا باش تعطيك هكا معناها راهو براءه نرجع براءه الاطفال وخاصه انت وين بحذا مدرسه بحذا يعني فضاء تعليمي كيراك يزيدي اغزر لي باش ياخذ صوره على المؤسسه التربويه التونسيه خلينا نقولوا فهمتني يعني هي جاته فرصه باش يراك صغيرات يقراوا يتعاطفوا معانا وبصراحه تعرف ذكريات جميله ياسر والله ذكريات نزيد نقدم القدام كيظلي مروح خاطر كيران غادي من كثر ما فما سياح في الوقت هذاك خاطر يوقفوا في باب جلادين ويهبطوا السوق كي نظليهم ماشيين ولا مروحين اكل كيران بزيد زادة في البطحه اللي قلت لك عليها توا ولات كاين قهوه هذيك الظالب كلها زاد كيرا مشهد جميل ما عادش برشا هو المحله كيما قبل يعني الكيران والاجواء هذيك تو تتعدى عباره من هكا باركينج فهمتي نتاع كراب اللي قريب اللامينيه والفتح ومشيرة الاخرى يعني قلت لك ولات قهوه عباره صح برشا برشا صور تبدلت برشا زوجة حتى من جينيسيون تاعك للجينيسيون تاعي معناها فما صار تحديث هو لهذاك العادي باش يصير تحديث اما يقعدوا فما صور محلاهم اما كما قلت انت تو كيران التورست ما عادش يجيب برشا ما عادش تلقى ما عادش تلقى به اغزر خلينا نقولوا احنا تعصير مواكبه الحاده معناها العصر به مواكبه العصر في زوج مدارس هذوك راني مشي كلمتي برك راهو نجيب لك مثلا توا احصائيه ما فماش واحد موافق عليها هذيك الزوز مدارس الفتح ولامينيه اللي هما طاحوا وتغيرت الصبغه نتاعها انت خاطر لامينيه هاك ترى وينو البوزار هذيك ما فماش كانوا يقراوا بعد بطلوا رجعوا توا صارت فيها مرمه اخرى هكاك صرح تعليمي مشى على الروح هو تعطيني انا توا الارشيف نتاعو مثلا يعني نحب نلوج على تاريخي انا غادي خليك من الاولى باش نتصل بالمندوبيه فهمتني وبون
تحب لك بالحق تاريخ، وخاصة مدرسة الفتح أكبر راهم اللاميني. إي مدرسة الفتح زادة فيها تاريخ كبير ياسر. بون توا تنجم راك تمشي تلقى البلاكة مدرسة الفتح. مازالت صحيح علاش شو نقول لك؟ أي مازالت يعني الباب الخلفي، لا مازالت أغزر البرة الحديد هذاك والبلاكة الأولانية نتاع مدرسة الفتح. منين مشيره الباب الخلفي لدار الثقافه المركب الثقافي اسد ابن قرات، فهمتني؟ انا معناها كي تحب تمشي تلقى تشم الريحه على بلاكه على كي تريف الحديد ولا على الباب الاخر اللي هكا على جنب. لكن اوزر يا نور، كل واحد عنده طفوله وكل واحد من حقه باش يسترجع ذكريات طفولته. والله صدقني كي تتعدى وتظلي حاجه خاصه مريت بها في الطفوله هذيك في الصغر، قلبك يوجعك، قلبك يوجعك كي تراها. كما قلت لك انا باركينج من هنا نتاع كراهب، وانت هابط هكا لميني قبل ولا هابط للفتح، كي تمشي لباب الجلادين قلت لك تلقى معناها كل شيء يتغير وكل شيء يتبدل، تحزن شوي. علاش انا قلت لك هكا؟ احنا مثلا القرقابيه وكي لحوم اللي ما تبعها الكل نهبطوا بغادي على حومه الشرفه خاطر قريبه لميني. قرات كما نقولوا احنا برشا برشا معناها تلمت فيها برشا حوم. كيف كيف حتى الفتح تقام نفس الربط، احنا مثلا كما نقولوا ناخذوا ربط السماء، واحد يخرج في اللامينيه والاخر في الفتح، لكن نخرجوا مع بعضنا. كي نخرجوا مع بعضنا هات مثلا تو انت جبتي تو مثلا احكي، احنا في ثنيه وهابطين للمدرسه كانت فما مكتبه البلاويه يرحمه سي محمد عاشور وتوفى مكتبه البلاويه، مكتبه الورده، يعني اغزر الادوات المدرسيه تاخذهم وانت ماشي. تو ما عادش نحكي عليهم، ما عادش ما عادش فما هذوما الكل. ممكن طبيعة كي تغير طبيعتك المؤسسات هذيك تغير كل شيء، ما عادش لا بيع لا شراء لا حد شيء، خاطر الثنيه هذيك وانت ماشي لا مينيه ولا الفتح باش تاخذ الادوات بتاعك بطبيعتها، ما ناخذه كان من غادي مثلا. بعد كي تنحى هالصرح قلنا هذا صرح الاول والثاني تنحاو حتى المكتبات هذوك. علاش حكيت عليهم تو؟ حكيت عليهم على خاطر من الماضي من الذكريات، وبرشا نتذكر توا راهم زادا هما معايا يتفكروا مكتبة البلاوية ويتفكروا مكتبة الوردة. شنو من الارتيكل اللي كانوا فيها؟ كل شيء تلقاه، والله كل شيء مكتبة البلاوية كل شيء تلقاه. كل شنو عاد انتم ما كانش عندكم برشا الشواء رزوقة الشواء اللي السلويت عندكم حاتكم حد الازرق والاخضر والاحمر لا عاد والتكتيك ولكحة لا تلقى لا تلقى هذاك التكتيك هذاك يكون شراو في وقتها قمة ال مول هنا عندك لك البلايص المذخمة نقولوا احنا والبلايص بتاع زواولية اخزر والبلايص نص نص. اما بالحق مكتبة البلاوية والله العظيم فيها في صغرى كل شيء اللي نذكره انا اللي نحب عليه باركة حذر في ليساتك فهمني. اما كل شيء مرفق راه كي نحكيه قبل على حاجة ادوات مدرسية والا نحكيه على معناها حتى كل زاكسسوار حاجة مرفقة راهي يا نور مش كيما توا صحيح مش كيما توا وهي هاو موضوع جبد موضوع على الاصداء على الزيادة لا السيلويت والكرارس قبل انت بيان سور جينيراسيون بتاعك انت الكرارس فماك السوبر اللي هما توا ما عاد ما موجود كان السوبر لا عندنا شيء ما عندناش السوبر معناها هذيك كل ليه 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 عندكم اللي لونها غامق العادي العادي اما تبقينا احنا نستعملوا في العادي هذيك تحب تسمى راك من اكثر حاجه نستعملوا في الكرارس عادي الناس الكل كيف العادي كيفاش خاطر بالنسبه للناس اللي يسمعوا فينا تو الصغار يقول لك العادي هي الكراسه الضاويه دي عندي لا لا اغزر الكرارس اللي ذا اللي فيهم جدول الضرب من تالي تعرف والغطاء معنى الغلاف هما راهم التور يعملوا فيهم لا 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 مش كيما كيك الاخراج مش كيك حتى الغلاف الغلاف كل خشين كل كردونه هكا ذا اللي كردونه هكا لون كيما تلقاها بلوسيال حاجه تلقاها معروف اما كراسه كراسه تعرف اما كي تحلها تلقاها غامقه ديجا عاطيه على شويه هكا على البيج مش بيض النوعيه نتاع الاوراق نتاع قبل نوعيه الاوراق نتاع قبل تختلف على توا توا احنا احنا فرقناها هاو مدعم وهاو سوبر وهاو لكن النوعيه نتاع الاوراق نتاع قبل صدقني تفرق برشا برشا هذه الكراسه ما كناش معناها ما فماش هالاسوام هذه راهو يا نور ما فماش والكرارس اش نستعملوا في الادوات كانت عندنا راهو البلومه راهو نكتبوا بالبلومه وجفاف فهمنا والاحبار احنا كي كنا نمشي بلومه بلومه هي تو نحكيو عليها البلومه العربي والبلومه السوري تغطسها بالاحبار وقبل ما ندخلوا نعبيو ساعه هو يعبيو لنا معناها كيما نقولوا احنا الحارس نتاع المدرس لكن احنا على الجو انا واحد من الناس في اللامينيه صباح نمشي بكري باش نعبي كل المحبره نحطوها في الوسط
فهمنا؟ هذيك واحد الاحبار منين؟ الاحبار من مدرسه الاحبار يوفروا لكم يوفروا لنا كل شيء وانت تجيب البلومه العربي والسوري وتجيب الجفاف فهمني اكل يشيح باش ما تتبقى عليكش الكراسه. شنو هو الجفاف هذا؟ باهي عباره كاني ورقه كما نقولوا احنا هكا ورقه باش الاحبار ما يغدرش يشيح فهمتني؟ يعني تكتب وتحط فوقه تحطها هكاك كي يتغدر ولا حاجه فهمتني؟ ما هو هذاك باش ما تغدرش هو انت الجفاف. اسمع ايام هذيك انا نتحدى توا جينيراسيون تاع توا يشد بلومه ويكتب كيما قبل كنا نكتب باهي علاش الخطوط تاع جينيراسيون القديمه خير من جينيراسيون تاع توا على خاطر تعلمنا الخط على اصوله الجلسه كيفاش تكون مستقيمه وين هذا هذوما فيها المدارس اللي تنحاو يعني المدارس هذوما اللي تنحاو راهو ذكريات كبيره والله الاحبار هذيا باهي واحنا صغار هاي خلينا ما واش نعملوا واحنا صغار ما هو يلزمك تعمل حاجات باش تخلي الاثر نتاعك اكلي اش نعمل نبلبزوا بعضنا بك الاحبار بالاحبار ما لا كيفاش تروحوا لجاركم بالاحبار عادي ياسر تحب تشمت في واحد فهمني حكايه مزيانه راهو هي ريتها حكايه مزيانه وخاصه اذا كان اسمعني دبشك ومسخت الحاجه الاخرى ما كانت عندنا احنا الطبليه تو انتم اغزر لي اليونيفورم وتبدلت برش حاجات الواحد يعمل حتى بلوزه بالنسبه نحكي لك انا بلوزه باش كنت مسخ بلوزه طبليه معناها اسم يتسمى به ياسر اغزر لي حاجات بسيطه وحاجات محلاها 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 والله صحيح باللي باش نتذكر ونقول نقول باهي فما برشا على فكره خليني نكون واقعي يقول لي ايام ما نعرفش الكساد وايام الفقر لا يا سيدي معناها على اساس كل فتره وفترتها كل فتره وفترتها كل فتره وفترتها بالعكس الفتره هذيك وكان تلقى ترجع لها بالفلوس ما ترجع لهاش كان تحب هكا ترى حاجه هكا تحل تغمض عينيك وتحلها تحب ترى حاجه ماك الوقت هذاك يستحيل انا علاش والله نحكي على مينيا وجبت التصويره نتاع مينيا رجعت برشا رجعت برشا سنين التالي صح باهي ورجعت لصحبه اصحاب نحبوا نكتشفوا يا نور لونتوراج ساعات خاطر تعرف التراجيم تاع داركم واضح نحبوا نكتشفوا لونتوراج بتاع المدارس الاخرى قلت لك احنا محرومين في اللامينيه من الرياضه بينما مثلا نمشيو نقدموا القدام نلقاو مدرسه الاسوار يلعبوا في الرياضه واحد وكل شيء صح رغم مصعبها اسمع ديما وناكد مصعبها شعور نتاع حرمان من حاجه يمتاز بها صغير اخر فهمتني راهي تقعد انا واحد من الناس الرياضه قعدت في بالي حتى البعد ست سنين راك ما تلعبش الرياضه والمدارس الاخرين يلعبوا احنا علاش خاطر مع الناس ساحه سنين فهمتني ما عنديش فضاء ولا ملعب بار كونتر راهو فما مدارس اخرين بعد كي كبرت عرفت اش عرفت لو كان جا فما تنسيق واحد فما فضاءات اخرى نجموا نخصوا نهار كيما كانت البارك في البارك صح البارك تمشي احنا قبل صغار قال لك ما تلعبش رياضه ما تلعبش رياضه فهمتني علي ما منين باش يجيو بالله الابطال صحيت منين باش يجيو في العمر هذاك معناها قد يعني جينيراسيون على جينيراسيون على جينيراسيون وقتاش فهمناها كي كبرنا صح. كي كبرنا عرفنا اللي كونوا اش عملنا قمنا بوأد خليني نقول وأد مجموعه ابطال الله اعلم فيش كانوا باش يفيدونا واسمائهم باش يدخلوا للتاريخ علاش الله اعلم عليه قاعده هذيك هاني نقطه سوداء الحق انا تو نحكي عليها والبلاصه عاد ربي سامح اللي جابها النظره بتاعك الزوز حاجات هذيك ورا على فكره تو ما عادش تراها راك تراشي انت تو في البوزار ما عادش فابني ديما يعملوا لها اخراج اخر مرمه على مرمه على مرمه تتعدى تلقى المكان بتاع مدرسه لامينيه مرمى تسال شنيا ذي هاو معهد الدرب تاع شنو باهي بطل المعهد هذاك التو هانو محطوط اتعدى اتعدى العشيه ولا بعد وشوف كيفاش تلقى البنيه احجر وليت ما فهمت حد شيء علاش على الاقل مدرسه في وسط بلاد وتاريخ تاريخ كبير ياسر فما برشا راهم من تونس يجيو لهالبلايص هذوما باش يتذكروه وبرشا كي يسمعوا الحديث عليهم يهزهم حنين ويتذكروا فما حتى خارج الوطن حتى خارج ارض الوطن راهو يعني فما برشا فهمتني شخصيات قلنا واطارات كبيره ياسر اكيد يهزهم للحنين يهزهم الحنين ويتذكروا برشا تفاصيل ما حكيتهاش انا حكيت على الحاجات اللي نعرفها تتفكرهم
صح ان شاء الله حتى كل جينيراسيون رزوقه اكيد يبنيو هما توا عندهم هذا هو الزمن الجميل نتاعهم كل وقت ووقته هذاك الزمن الجميل بالضبط في فتره معينه وفي مكان معين خاطر نعرف توا فما انا راني ما حكيتش على بون فما مدارس اخرى راهي قديمه باش نكون واضحين راهو فما برشا مدارس قديمه صح توا فما قربت لنا طريق سوسه ما عادش فهمنا ما عادش زادت نحات في وقت من الاوقات انا ركزت على لونتوراج نتاع باب جلادين خاطر رمز رمز كبير ياسر وقلت لك مربوطه بحركه السياحه اقبل احنا لو حتى كي نحكيو على السياح ما زلت ترى باب جلادين توريست انت ما عادش ترى هو مربوطه ببعضه كيفاش تراجعت السياحه بدلت برشا وحتى توا باهي ان شاء الله نقولوا جاي خير وترجع السياحه لكن حتى كي ترجع ما تراش الكيران غادي ماكش باش تراهم الكيران غادي خاطر ما فماش يوم باش يقفوا فهمتني باش تلقى روحك ترى كيما نقولوا احنا مجموعات يبقى اخزر لي الحديث عن الماضي فيه برشا حنين فيه برشا حنين وفيه برشا حاجات بنينه وحاجات مزيانه تخلينا نقولوا نحلوا للماضي نقولوا يا حسره يا حسره يا زمان هذه والله ما على على فكر اللي البارح يعني كان حفل بلطب وكنت عنده غنيه يقول لك تفكرت ايامي وقلت ايه هي حسره الوالده البارح تغني فيها سالتها يعني سؤال قلت بالله يقول لي بالضبط على شنو ايه هي حسره قلت يعني على وقتي انا فاغ اكزومبل كي كنت صغير قلت لي وقت اللي قبلك انت قبل ما يعني الزمن الجميل ان فيت تحكي على نفس الفتره اللي تحكي عليها انت وقت اللي كنت يعني صغار وقت المدرسه وقت المشي وقت الجاي هذه هو الوقت اللي تقول عليه هي حسره وقتها هذه هو يعني الناس الكل كي تحب تتفكر راهي الميموار تو ديريكتومون تمشي لفتره الطفوله 20 فرنك راك اخزر تصور الفتره علاش جميله ياسر انت مالك ب 20 فرنك 20 فرنك في جيبك انا نبدا شيخ عليها باش نشري بها قلوب هاك القرطاس ونصب في جيبي عاده وننقش ونقول كل بندق فهمتني نخبي تريف معناها ريت السعاده ريت السعاده اللي تصنعها لروحك السعاده بتاع الطفوله بتاع البراءه بتاع كل شيء رخيص كل شيء في المتناول كل شيء تعمله وحدك سعاده ماهيش مصطنعه سعاده تصنعها لروحك وبعد كي تروح تحط راسك على المخده ترقد مرتاح حتى توا طفوله وما يرقدوش هذا هو يعطيك صحه رزوق على الرحله المزيانه في الزمن الجميل يوم اخترت تهزنا الايامات الدراسه والمدرسه والامينيه وغيرها مدرسه الفتح ومدرسه الفتح اكيد وكانت هذه باب الخوخه باب الخوخه يلا هاك يعطيك الصحة أحمد مشكور جدا سينو مساش كان هكا نقفلوا بها أكيد باب الخوخة كل يوم تجيكم وغدوة إن شاء الله باش يكون نفس التوقيت من 9 حتى للعشرة دائما في نفس الموعد أكيد في اللاماتينال كل يوم موضوع جديد وكل يوم أكيد نهزكم في رحلة عالمية في باب الخوخة باب الخوخة باب الخوخة باب الخوخة حكايتنا القروية وعاداتنا الزمنية الناس المجدية وكلامنا من قاع الخابية وكلامنا من قاع الخابية باب الخوخة كل سبت وحد في ويكاند الحياة على الحياة فام باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120 وإلا 77 288 307 باب الخوخة فوالا هكا نوصل معكم الفان ميسيون تاعنا اليوم يعطيك الصحة رزوقة إن شاء الله غدوة زاد معنا في نفس التوقيت شكر كبير الناس الكل اللي تابعتنا من بداية الحصة إلى نهايتها أيون ميرسي بيان سور ليكم كل